أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا ولا يضار كاتب ولا شهيد واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه
والله بما تعملون عليم. صدق الله.